نفذت هيئه تنظيم سوق العمل حمله تفتيشيه مشتركه في محافظه المحرق بالتنسيق مع شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه بوزاره الداخليه ومديريه شرطه محافظه المحرق وشملت الحمله عددا من المحال التجاريه ومواقع العمل واماكن تجمع العمال بالمحافظه واسفرت الحمله عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق باحكام قانون هيئه تنظيم سوق العمل وقانون الاقامه بمملكه البحرين وضبط عدد من العمال المخالفين للانظمه والقوانين منوهه بانه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونيه بشانها